وحول تطورات الاوضاع على الحدود اللبنانيه ينضم الينا من بيروت سياده العقيد ناجي ملاعب الخبير الامني هو الاستراتيجي. سياده العقيد مساء الخير. مساء النور. اذا كانت هناك دائما تصريحات من اسرائيل بانها لا تريد ان توسع الصراع مع حزب الله، وايضا حزب الله يصرح بنفس التصريح، اذا لماذا هذه العمليات المتبادله ما بين الطرفين واطلاق نار ومسيرات وصواريخ وغيرها؟ نحن لا نركن الى تصريحات وسائل الاعلام بقدر ما نركن الى الاستراتيجيه التي رسمها رئيس الاركان الاسرائيلي ليبي باثناء زيارة رئيس الأركان الأمريكي مع هذا المسؤول إلى الشمال الإسرائيلي، وعندما قال أن الخطر ما زال موجودا لدى حزب الله وما زال حزب الله يمتلك قدرات، لذلك نحن سندمر هذه القدرات حتى نعيد المستوطنين إلى الشمال. لذلك من يقوم من وضع استراتيجية استهداف لبنان هو الإسرائيلي، وحزب الله يتعامل مع كل استهداف يرد عليه ليس أكثر. طب يعني سعادة العقيد، يعني ما أثر ذلك على الداخل اللبناني وإن كان طرف الصراع مع إسرائيل هو فقط حزب الله؟ نعم، اليوم حزب الله هو جزء من محور ترعاه إيران في المنطقة، وجزء كبير من هذا المحور كذلك هي قوات المقاومة الفلسطينية حماس أو الجهاد الإسلامي، وهذا المحور هو مساندة لغزة، دخل هذه الحرب لإسناد المقاومة في غزة. عمليا إذا أوقفت الحرب في غزة، العدوان الإسرائيلي على غزة وجرى وقف إطلاق نار، كل هذا المحور يصبح يعني لا يعود هناك مبرر لإطلاق النار، وقالها أمين عام حزب الله، وكل هذا المحور يلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما وافق الفلسطينيون على وقف إطلاق النار في غزة. لذلك الموضوع هو لدى الإسرائيلي، والإسرائيلي طالما أنه ينعم بهذا الدعم الأمريكي غير المسبوق، وكذلك وعد من الرئيس الأمريكي عندما قدم إلى إسرائيل وقال أن لن نبقي إسرائيل تحت التهديد مستقبلا، والزيارات الأمريكية لقائد القيادة الوسطى الأمريكية وأخيرا رئيس الأركان الأمريكي والتواصل المباشر بين وزيري الدفاع، وكل الجهد هو باتجاه لبنان. نعم، الجهد الإسرائيلي هو العدوان على لبنان لإنهاء هذه المقاومة التي ساندت غزة وما زالت تساندها حتى اليوم. طب سعادة العقيد، يعني إذا ما هو الضامن لأن تكون هذه المفاوضات هي بداية لانتهاء الحرب ما بين إسرائيل وحزب الله، وخاصة إذا تطورت الأوضاع ما بين الطرفين؟ هذه المفاوضات يعني الكل يعرف ان يعني حتى الاعلام الاسرائيلي يقول اذا وافق الفلسطينيون على اخر مسوده ارسلها نتنياهو سوف يغير. هذه مفاوضات مضيعه للوقت، هذا عدوان همجي، هذه اباده جماعيه لغزه، وبدات اسرائيل بالاباده في الضفه الغربيه، لا يوجد حماس ولا يوجد 7 اكتوبر في الضفه الغربيه. ماذا تفعل في الضفة الغربية اليوم؟ تفعل ما تفعله في غزة، وهي المعتدية على الضفة الغربية، وهي هي من تقوم بالاعتداء على لبنان. بالتالي لا 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 اعتماد على نتائج المفاوضات، ولكن لأول مرة الإسرائيلي الذي يستعمل القوة المفرطة دائما يبدو أنه من جنوب لبنان التقى من يرد له الصاع، لست أقول صاعين، ولكن يعامله بنفس القوة التي يعتمدها الإسرائيلي. طيب إذا حسب قولك لن يكون هناك مفاوضات نتيجة لتعنت إسرائيل، وحزب الله يربط توقف هذه العمليات بإتمام المفاوضات، هل هذا من الممكن أن يؤدي إلى اتساع الحرب بعد ذلك ونشوف حرب إقليمية؟ هذا الموضوع بيد الولايات المتحدة. اليوم إسرائيل أصبحت في أوكرانيا، اليوم إسرائيل التي كانت تصدر ب 13 مليار دولار أسلحة سنوياً أصبحت بحاجة لكل قذيفة ولكل صاروخ من الولايات المتحدة وللدعم، ليست الجيش الذي لا يقهر إذا تخلت عنه الولايات المتحدة. لذلك اليوم القرار هو قرار أمريكي، وبينما حزب الله يمتلك من الأسلحة التي لم يستخدمها بعد الطويلة المدى والدقيقة التصويب، والتي ممكن أن تطال أي مكان في إسرائيل، وقد أثبت
الرد الذي حصل منذ يومين أن مسيرته وصلت إلى ضواحي تل أبيب، بالتالي إسرائيل تعيش هذا الرعب، وطالما أنها تنعم بالدعم الأمريكي هي من تحاول أن تنهي هذا الموضوع، ولكن حزب الله ما زال يختزن. صحيح. كما قال في الفيديو الأخير، جبالنا خزائننا، مهما كان العدوان والتفوق الإسرائيلي الجوي في الجو، ولكن حزب الله لديه تحت الأرض ما يشغل بال إسرائيل ويؤلمها إذا ما حاولت توسيع هذه الحرب. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت سيادة العقيد ناجي ملاعب الخبير الأمني والاستراتيجي.